بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج. وحلقاتنا كما بينا سابقا مفتوحة على مختلف الأسئلة التي ترد منكم عن طريق المكالمات أو عن طريق الشبكات. ضيفنا العزيز هو فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان خروصي، مساعد المفتي العام للسلطنة. فأهلا ومرحبا بكم جميعا. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وأحيي الإخوة والأخوات الذين يتابعون، وأسأل الله تبارك وتعالى في بداية هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تعالى سميع مجيب. آمين يا رب العالمين. لنبدأ بسؤال الأخ محسن الغريبي الذي سأل بالأمس عن التناص، حيث لاحظ وجود تشابه بين نصوص في التوراة المترجمة طبعا للغة العربية، التوراة والإنجيل مثلا، الإنجيل هو ركز على الإنجيل في قضية الإنجيل، على مستوى الكلمات وتشابهها مع القرآن الكريم. أوجس من ذلك خيفة أن يكون هناك نوع من محاولة التشكيك في الدين الإسلامي أو في مصدرية القرآن الكريم، والزعم بأنه أخذ من الأناجيل عن طريق اللغة الأرامية، وهذه قضية أثيرت سابقا. موضوع التناص الذي يتشابه فيه نص مع نص آخر، هل يعطي دلالات معينة؟ وفي هذه القضية بالذات ماذا تقولون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك، اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم، واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت العز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم. أما بعد، فإن كان المقصود بالتناص هو ما أشرتم إليه من تشابه في نص مع نصوص أخرى، وقد تكون تلك النصوص مجهولة المصدر مجهولة القائل، وقد تعاد صياغتها في النص المنظور إليه، لكنها قريبة الألفاظ قريبة المعاني. فإن ذلك لا يصدق على الألفاظ أولا، وإنما الحديث عند أهل الاختصاص عن النصوص، عن مقارنة نص بنص آخر أو مقارنة نص بمجموعة من النصوص. ولكن مع ذلك ما وجد في كتاب الله عز وجل من تشابه مع ما في الإنجيل والتوراة كان محل بحث ودراسة، لا باعتبار ظاهرة التناص التي يتحدث عنها في الأعصر المتأخرة، وإنما هو للبحث عن ما بقي في هذه الكتب السماوية من مراشد الوحي التي لم تبدل ولم تحرف. لأن الأصل في التناص بالتعريف السابق أنه يكون في نصوص أنتجها الفكر البشري، أنتجها ذوق البشر وصاغتها أقلامهم. وعلى هذا فلا مجال للقول بالتناص بين كتاب الله عز وجل الذي هو وحي الله عز وجل وكلامه جل وعلا، وبين نصوص أخرى. لكن التشابه إنما هو باعتبار إلهية المصدر بين القرآن الكريم وبين هذه الكتب من التوراة والإنجيل، فيما باعتبار أصولها التي لم تحرف. صنع هذه الدراسات مالك بن نبي في الظاهرة القرآنية، وكذلك أيضا الشيخ محمد عبد الله دراز وبتفصيل أوسع، ولكنهم يتحدثون عن هيمنة القرآن على ما بقي من نصوص من حيث معانيها لم تحرف في التوراة والإنجيل، وأنه مصدق لها مع ما اشتمل عليه القرآن من بلاغة وإعجاز ومن جوانب روحية وعقدية وإيمانية ومن جزالة ألفاظ ومن استيعابها لما تفرق في أشتات مواضع من هذه الكتب السماوية كما أنزلت على أنبيائها ورسلها عليهم الصلاة والسلام. إذن لا يبعد، حتى نخلص إلى فهم القضية، لا يبعد أن يكون ذلك إنما هو من التشابه
الذي بقي في هذه الكتب السماوية المنزلة أصلا من عند الله تبارك وتعالى، والقرآن الكريم الذي هو وحي من الله تبارك وتعالى، فذلك يقطع الطريق أمام من يحاول أن يدعي أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم اقتبس أو درس فأخذ من كتب اليهود والنصارى قبله ثم جمعها وضمها في القرآن الكريم. فهذه دعوة باطلة، وقد أجيب عنها في مناسبات شتى وبأجوبة عديدة تدحضها وتجعلها زاهقة. وإنما هذا القدر من التشابه الذي يشير إليه السائل إنما هو كما تقدم باعتبار إلهية المصدر. فهذه الكتب بقي فيها ما لم يحرف، وأن تتشابه ألفاظ أو نصوص بهذا المعنى وبهذا الاعتبار فلا إشكال في ذلك، ولكن أن يظن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم اقتبسها من تلك النصوص وانتحلها فذلك غير وارد أصلا. وأيضا أن يقال بأن من اشتغلوا بنقلها إلى العربي، نقل تلك النصوص إلى العربية، تعمدوا فعل ذلك للتلبيس على أهل القرآن، للتلبيس على المسلمين، فهذا رغم أن أعداء هذا الدين ما تركوا وسيلة ولا مطعنا ولا ما تركوا وسيلة يطعنون فيها في كتاب الله عز وجل ويلبسون فيها على المسلمين، لكنه غير واضح كثيرا في مثل هذه الحالة، لأنه كما تقدم ما بقي من مراشد النبوة، ما بقي من مراشد الوحي في هذه الكتب هو الذي فيه هذا التشابه، وإلا فإن نصوصا كثيرة تتقاطع من حيث ألفاظها ومن حيث معانيها وحقائقها ومن حيث معانيها وأحكامها وحقائقها وما أتت به مع ما ورد في الكتب السماوية قبل القرآن الكريم. إذن هذا هو خلاصة الجواب، بقي فقط تنبيه، ولعلكم تصححون لي لأني هكذا وقع في نفسي أنه في صدر السؤال قال أنه في علم الميثولوجيا، فإن كان ما سمعته منه صحيحا فهذا تنبيه للحذر من استعمال مثل هذه المصطلحات دون معرفة ما تدل عليه. إذ إن هذا المصطلح، مصطلح الميثولوجيا، أساطير، يطلق على الأساطير أو على العلم الذي يبحث في الأساطير والخرافات، ويقصدون بها ما أنتجه الخيال الجمعي مما لا يعلم مصدره، لا يعلم قائله، وتواطأ عليه خيال القدامى من الناس وتوارثوه مصدقين إياه. علم الميثولوجيا يبحث في هذا النوع. قد يكون من لا ينتسب إلى هذا الدين يبحث في نصوص القرآن الكريم وفيما بقي من مراشد الوحي في التوراة والإنجيل من هذا الباب، لكن لا يليق بمسلم أن ينساق وأن يصنف كتاب الله عز وجل، كلام الله عز وجل مثل هذا التصنيف. وعليه أن يحقق معنى المصطلح الذي يستعمله، فيحذر من أن يردد ما يقوله الآخرون، عليه أن يمحص، لأن الكثير من أعداء هذا الدين يتعاملون مع نصوص القرآن الكريم كما يتعاملون مع النصوص الأخرى، وقد يدرجون دراستهم للقرآن الكريم وألفاظه ونصوصه في هذا النوع من العلوم، يصنفونه أنه من هذا النوع من العلوم، فلا ينتبه المسلم إلى أن هذا التصنيف في حقيقته مرفوض ولا يصح أن يقبل. أما إن كان قد قال في سؤاله الفيلولوجيا فلعل له عذر، فنعم هناك اتصال أو هناك ما يتعلق بدراسة النصوص القديمة، فيعني وإن كان هناك خلاف في تعريف الفيلولوجيا، بعضهم يقول بأنه يبحث في كما يبحث علم فقه اللغة،
لكن أكثر المحققين يقولون بأن علم الفيلولوجيا إنما يبحث في النصوص القديمة الإغريقية واليونانية، وعلى هذا فلا مجال للخوض فيه أو توظيفه فيما اللهم إلا في وسائله وأدواته فيما يتعلق بالنصوص العربية. لكن مع ذلك نقول أن الحالة سيكون أحسن قليلا إذا كان قد استعمل هذه الكلمة. هذا فقط من باب التنبيه، وإلا الجواب عن ذات المسألة هو ما تقدم، والله تعالى أعلم. جميل، كما تفضلت فضيلة الشيخ، ويحدث أحيانا إسقاطات منهجية. نعم. محاولة إسقاطات مثل هذه الألفاظ، أيضا ما يذكر عن الهرمونيطيقيا وهو نعم. علم التأويل الذي ينظر فيه في نصوصهم على اعتبار لابد أن تتفق مع العقل وغير نعم. ذلك. طيب، إذا نأخذ مكالمة من الأخ علي الغافري. تفضل الأخ علي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك الأخ علي. دكتور، في سورة الكهف نعم. عندما ذكر نبي الله موسى مع سيد الخضر قصة الجدار الذي كان في القرية، نعم. وعندما قام سيد الخضر بالتفسير قال أما الجدار فكان لغلامين في المدينة. ما الدلالة أو المعنى ما بين في الأولى ذكر أنها قرية بينما أثناء التفسير ذكروا أنها مدينة، لماذا لم يقل قرية؟ جميل، مثل هذا أجبنا عليه في العام الماضي على ما أظن. موجود الجواب، موجود الجواب، وإن شاء الله سيرسل إليك الأخ علي. بارك الله فيك. شكرا. مشكور، الله يحفظك. لكن هناك آية أخرى بما أنه أدخلنا في موضوع التفسير. أحد الأخوة يسأل، يقول وهو عبد الرحمن المحاربي، ما رأيكم في الصلاة الوسطى في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين؟ المسألة فيها خلاف شهير. نعم. وكل ما أخفاه الله تبارك وتعالى عنا إنما أخفاه لحكمة، فإخفاؤه للصلاة الوسطى الحكمة منه أن يجتهد المسلمون في المحافظة على الصلوات كلها، وإخفاء ساعة الإجابة يوم الجمعة الحكمة منه أن يجتهد المسلم في التضرع والدعاء لله تبارك وتعالى في هذا اليوم المبارك. لكن هذا لم يمنع أهل العلم من البحث عن أي الصلوات في الصلاة الوسطى يقصد، وأي ساعة من يوم الجمعة هي المخصوصة بمزيد الفضل، وهكذا فيما أشبهها كإخفاء ليلة القدر أيضا في رمضان حتى يجتهد المسلمون في إحياء ليالي رمضان ويشمروا عن سواعد الجد ويقبلوا على الله تبارك وتعالى ملتمسين مبتغين فضل ما ادخر الله عز وجل فيه الأجر والثواب العظيمين. وأظهر الأقوال في الصلاة الوسطى أنها صلاة العصر، وذلك لاستناد هذا القول إلى قراءة تفسيرية ليست قراءة مما يقرأ به في الصلاة أو يصنف أنه من ضمن القراءات سواء كانت متواترة أو شاذة، لا، هذه تسمى قراءات تفسيرية. يعني كما كان في، ولهذا نفهم مصحف عائشة حينما يقال في مصحف عائشة وأن فيه كذا وكذا، ذلك كان من التفسير وهو نوع من أنواع الحديث. نعم. إذ مثل هذه الأمور لا يقال فيها باجتهاد ورأي فيأخذ حكم المرفوع، فأقرب الأقوال أنها صلاة العصر. نعم. والله تعالى أعلم. ولكن كما تقدم الحكمة لا يقطع بهذا، وإنما يحرص على المسلم أن يحرص على المحافظة على الصلوات كلها، وأن يجتهد وأن يكون أشد حرصا على المحافظة على صلاة العصر دون إهمال أو تفريط في سائر الصلوات. وكذا الحال إذا قيل بأن ساعة الإجابة يوم الجمعة هي من بعد العصر أو آخر ساعة من نهار يوم الجمعة، فهذا لا يعني أنه لا فضل لساعات يوم الجمعة وليلة الجمعة، وأن على المسلم أن يهمل ويفرط وأن ينسى نفسه فيها وأن لا يشتغل بذكر ودعاء وطاعة وعمل صالح. وكذا الحال بالنسبة لليلة القدر، يقال فيها ما قيل فيما تقدم، والله تعالى أعلم. جميل. القراءات التفسيرية هل تعطى حكم تعطى حكم الروايات أم الرأي بحسب نوع الموضوع الذي وردت فيه؟ نعم. هذا إذا ثبتت طبعا. نعم. فهي تعامل معاملة المرويات في السنة. جميل. أخ خالد، نأخذ مكالمة. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف صحة طيبين؟ الله يحفظك. الحمد لله، نشكر الله، جزاك الله خير. تفضل شيخ. عندي سؤالان. تفضل. السؤال الأول بالنسبة للنية لفريضة الصوم، هل أعتبر فريضة الصوم فريضة واحدة وأجعله نية واحدة، أو أن الأفضل أجعله فرائض متعددة لنية واحدة من بداية يعني من بداية اليوم الأول إلى آخر يوم، أو أني أجدد النية في كل ليلة؟ واضح. تسمح لي دكتور؟ نعم تفضل شيخ. هل تقوم للسحور؟ لا أقوم للسحور شيخ. يعني لا تتسحر؟ أتسحر في الساعة 12، يعني أعتبره كأنه سحور. لماذا تتسحر؟ لكي أصوم اليوم الثاني. هذه نيته. خلص القيام للنية. واضح شيخ. تصلي التراويح؟ صلاة التراويح في الليلة إنما هي لأن الغد هو يوم صيام، فمن حيث لا يشعر الناس، وإن كان يكثرون من السؤال عن هذه القضية، هم من حيث لا يشعرون هم مستصحبون لنية الصيام ليلة بعد ليلة، بدليل أدائهم للصيام، بدليل أن كل زياراتهم وصلاتهم للأرحام واتصالاتهم قائمة على هذا، أنهم سيصبحون صائمين. ثم إنهم يتسحرون، لماذا يتسحرون؟ إلا لأنهم كل هذا هو استصحاب للنية. فما عادت هذه المسألة محل بحث. شكرا لأخ خالد، بارك الله فيك. لكن في موضوع النية بالقلب، طبعا كثيرا ما يتردد النية بالقلب، هو يعني اللفظ البديل للنية اللفظية السابقة التي اعتاد عليها الناس. لكن النية بالقلب هل تحتاج إلى وقفة استجماع مثلا؟ هي النية بالقلب هي الأصل. اللفظ إنما كان لتعليم الناس كيفية استحضار معاني أداء هذه العبادة. لكن هذه الوسيلة صارت هي الغاية. ومن أجل ذلك حذر أهل العلم من اتخاذ هذه الألفاظ للتعبير عن النية خاطر قلبي، أي القصد بالقلب. جميل. وعلاماتها مثل ما تقدم، يعني كل هذه الحركات، كل هذه الأعمال تؤكد أن نية صاحبها أن يصبح صائما. جميل. وذلك كاف، ليس وبحاجة، هي مجرد خاطر قلبي. جميل. فليس بحاجة إلى أن يأتي بألفاظ. جميل. الأخ خالد تفضل، عندك سؤال ثاني. نعم شيخ، بالنسبة الذي أجرى عملية وما تمكن من الصيام، هل ينتقل إلى طعام أم ينتظر البرء؟ يعني مثلا بعد 6 أشهر يقضي الصوم، وإذا ما استطاع الصوم خلال 6 أشهر، يعني أحس أنه أيضا لا زال تعب من هذه العملية، وينتقل إلى طعام. طيب جيد إن شاء الله. الله يحفظك لأخ خالد، شكرا جزيلا لك، الله يبارك فيك. نأخذ بعض الأسئلة التي وردت في الموقع أيضا. السائل يقول، طيب ريثما تبحثون يعني أعلق لا على المسألة السابقة الأولى. نعم، وهو فقط توجيه للناس أيضا، لا سيما وأننا في موسم الصيام، فمن السنة السحور ومن السنة تأخير السحور. ينبغي للناس أن يحرصوا على التمسك بهذه السنة. لا يعني أن الصيام ينتقض إن لم يتسحر، لكن في تناول السحور تقوية على أداء هذه العبادة. ونحن مقبلون هذه السنة، فارق نهار الصوم بين الأيام الأولى وآخر الشهر يربو على الساعة. والحرارة تزداد، فلا ينبغي للمسلم أن يضيع هذه السنة، لأن ذلك سيورثه ضعفا ومشقة، وحينئذ لن يستطيع أن يأتي بالصيام على النحو الأكمل. ولن يتمكن من الإتيان ببعض النوافل والطاعات التي تضاعف أجورها في الصيام، سيضعف، وقد يدفعه ذلك إلى أن يقضي سحابة النهار في النوم والكسل. وكان في غنى عن ذلك لو أنه أخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي قال فيها أو قال عنها، قال واصفا سنته هديه: لا تزال أمتي بخير
ما قدمت الإفطار، ما قدمت الفطور وأخرت السحور. لماذا الحديث عن الخيرية في هذا الموضوع؟ للأسباب المتقدمة، أن هذه الأمة حفظت شعائر الإسلام نقية، شعائر الدين نقية صافية. هذا معنى من معاني الصيام. لماذا قال في بدايتها كما كتب على الذين من قبلكم؟ فهذه الأمة خلصت هذا الدين من الشوائب الذي علقت به، ولذلك اختصت بهذه الخيرية. فكل ما اتصل بهذه العبادات مما يحفظ نقاء هذا الدين و يبعد عنه ما علق به من شوائب الجاهلية، فإنه لا شك من وجوه خيريتها. نعم. وهذه المعاني المحتفة بالتقوي على الصيام والتقوي على أنواع الطاعات والنوافل والقدرة على العمل وعلى العلم، وكلها منوطة بأن يأخذ المرء بهذه الأسباب التي تعينه، وقد وفر لنا هذا الدين ما نحتاج إليه. لو لم تأتي هذه السنة ولجأنا إلى علوم الطب لوجدنا أنهم ينصحون بمثل هذه النصائح ويوجهون الناس إلى مثل هذه التوجيهات. فبحمد الله تبارك وتعالى أن أكرمنا بهذا الدين، فينبغي لنا ألا نفرط في أحكامه، فيما افترض الله عز وجل علينا وفيما أرشدنا إليه ندبا. وقد أثبتت الأيام الآن حتى فيما يتعلق على سبيل المثال بمواجهة الأوبئة والطواعين التي تنتشر، الكثير من ما في ديننا مما يتعلق بالطهارة والآداب عند النوم وعند الاستيقاظ وفي غسل اليدين وفي الاغتسال وغيرها، كلها ثبت أنها ذات جدوى في صون الحياة. وفي صون الأنفس. في حين أن كثيرا من الناس إنما كانوا يأتونها على سبيل التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأخذ بسنن هذا الدين وآدابه، والله تعالى أعلم. وأصبحت الآن تعد قمة المظهر الحضاري عند الإنسان. أحسن. جميل. إذا نأخذ إن شاء الله فاصل قصير أعزائنا، نعود إليكم بعده بإذن الله. مرحبا بكم أعزائنا الكرام في حلقة عامة ومفتوحة على مختلف الأسئلة. بعض الأسئلة الخفيفة ثم نأتي أيضا إلى سؤال أحد الأخوة يسأل فيه عن التفسير. الرقية تسأل يقول: هل يعتبر التحدث عن كيفية أخطاء الناس على أشخاص آخرين غيبة أيضا تؤثر في الصيام مثلا؟ الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره، في غير المواضع التي تقدم ذكر أنها مستثناة في حالة التظلم والتحذير، وبعضهم قال الاستفتاء، وفي رفع الأمر إلى القضاء. فالأصل أن ذكر الغير بما يكره هو من الغيبة. وقد ورد أن الغيبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم، لأن الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله. وفي الحديث الآخر: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، والله تعالى أعلم. مكالمة أخرى، الأخ محمد العميري. أخ محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال عساكم؟ الله يحفظك الأخ محمد. الحمد لله. عندي سؤالان. تفضل. السؤال الأول: مجموعة أشخاص أنشأوا جمعية أهلية يجمع الأموال شهريا مع أحد الأعضاء، ثم توزع كل شهرين أو ثلاثة حسب الجدول. فقام هذا العضو بإنشاء حساب توفير باسمه في مصرف إسلامي. نعم. فالسؤال هنا عن الفوائد الحاصلة نتيجة عمليات المضاربة في المصرف، لمن تحق؟ نعم. السؤال عن ماذا مرة أخرى؟ عن الفوائد الحاصلة نتيجة عمليات المضاربة في المصرف. نعم. لمن تحق هذه الفوائد؟ لأن هناك فوائد بعد فترة. جيد جيد. طيب إن شاء الله بإذن الله تعالى.
سؤال ثاني. تفضل. شخص اشترى سلعة من أحد المحلات مع ضمان استبدال لمدة سنة. نعم. ثم حصل عطل فيها أثناء السنة. نعم. فقام برجعها للمحل الاستبدال لكنها لم تكن متوفرة في المحل في ذلك الوقت. نعم. فعرض المحل على الزبون تعويضه بمبلغ نقدي لتجنب الانتظار. طيب. فهل في ذلك حرج؟ طيب، هذا المبلغ النقدي يساوي قيمة الآلة؟ هو لا يساوي، لكن لا يساوي قيمة التسوية السلعة. يعني. اي بالتسوية، كأنها التسوية. طيب، واضح. مشكور الأخ محمد، بارك الله فيك. السؤال الأول للأخ علي الغافري، يسأل عن الذي أجرى عملية وأراد أن يقضي بعد رمضان لكنه يجد صعوبة وانتظر 6 أشهر، هل بعد 6 أشهر سينتقل للإطعام أم يستمر في الانتظار؟ لا، إذا كان يرجو البرء والشفاء، نسأل الله تبارك وتعالى له العافية وزوال البأس، فإنه لا ينتقل إلى الفدية، وإنما عليه أن يقضي الأيام التي فوت صيامها من رمضان. نعم. ولا يلزم أن يكون ذلك خلال 6 أشهر بعد رمضان، بل إن في الأمر سعة، فله أن يؤخر إلى ما قبل رمضان، وحتى إن دخل عليه رمضان وكان لم يقوى على القضاء لكنه يرجو الشفاء والبرء، فإن عليه القضاء بعد خروج رمضان الذي سيدخل عليه. فلا ينتقل إلى الفدية إلا إذا كان المرض مزمنا، ولا بحسب الأسباب الطبية وبحسب ما يرى من حال نفسه، وإلا فكل شيء بيد الله تبارك وتعالى، هو الذي يغير حال السقم إلى شفاء وصحة والعسر إلى يسر. لكنه بحسب الظاهر، إن كان ممن لا يرجو الشفاء والبر لأن العلة مزمنة ولا يقوى معها على الصيام، فحينئذ ينتقل إلى الفدية فيطعم عن كل يوم أفطره مسكينا، والله تعالى أعلم. نعم. طيب، نأخذ مكالمة أخيرة لأن الوقت عندنا انتهى. الأخ عامر، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ عامر، أهلا بك. بغيت أسلم على الشيخ وبغيت من الدعاء طول عمرك. الله يحفظك، بارك الله فيك. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الخير والهدى والرشد. آمين. بارك الله فيك. آمين. الشيخ بغيت تدعو لي، أنا شوية مريض فبغيت تدعو لي، صبعي مصارة يعني أجل بشهرين، يعني بغيت تدعو لي بالشفاء. طيب، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم. آمين. أن يذهب بأسك وأن يشفيك شفاء. آمين. لا يغادر سقما ولا علة. آمين. وأن يمن. آمين. عليك بالشفاء والصحة وزوال البأس، إنه تعالى سميع. آمين. مجيب. آمين. آمين. آمين يا رب العالمين. مشكور لك عمر، شكرا جزيلا لك. سؤال الأول، سيدنا يوسف عليه السلام كم مكث السجن؟ نعم، كم مكث يوسف السؤال الأول، سيدنا يوسف عليه السلام. نعم. كم مكث السجن؟ طيب إن شاء الله. السؤال الثاني، سيدنا موسى عليه السلام كم صحب الخضر؟ طيب، واضح. السلام عليكم. شكرا، بارك الله فيك، أحسنت، جزاك الله خير. نأخذ سؤال الأخ محمد الشعيلي. الذين أسسوا جمعية أهلية والقائم على هذه الجمعية أخذ ذلك المال إلى بنك أو مصرف إسلامي كمضاربة، الآن عوائد تلك المضاربة الأرباح التي تحصل لمن ستكون؟ الذي فهمت، سنجيب عن صورتين. نعم. لأن الذي فهمته أنه أخذ نصيبه. نعم. ثم تركه في مصرف إسلامي في حساب استثماري باسم ولده، فهو يسأل عن هذه الأرباح المتحصلة من المضاربة. هذه الأرباح تبع لأصل رأس المال. نعم. فإذا كان رأس المال للوالد فهو له، وإذا كان رأس المال قد تبرع هو به لولده ولم يبخس غيره عنده، إذا لم يكن عنده ولد آخر، فهذه الهبة جائزة، وما تولد من رأس المال في المضاربة المشروعة يكون تبعا لرأس المال، فالأرباح المتحصلة تكون تبعا لرأس المال. وبهذا يتبين أنه إذا كان يقصد ما سألتم عنه من أنه أخذ هذه الأموال جميعا، أموال. نعم. جمعية التي يشترك فيها عدد من الناس. نعم. بمبالغ وتركها، فإن لكل واحد من أصحاب الأموال حصته من الأرباح المتحصلة
في هذا الاستثمار، والله تعالى أعلم. في موضوع الزكاة، هذه الأموال التي توضع في مصرف إسلامي للمضاربة أو المرابحة، هل تأتي أيضا مرابحة؟ نعم تزكى. طيب تزكى رغم أنها تتحرك وتشتغل؟ صحيح، هي مثلها مثل بحسب ما جعلت فيه، لكنها كأموال الموضوعة في التجارة فإنها في آخر الحول تزكى. بقي أنه كما قلت يعني هو لعل ما يبحث عنه هو أنه سجل هذه الأموال باسم ولده، ولكنها في الحقيقة هي ملك له. الحاصل أن الجواب هو أن هذه الأرباح هي تبع لمن كان رأس المال ملكا له. إذا كانت هناك أسباب دعته إلى أن يسجل باسم ولده لكنه وثق أن ذلك ليس لولده وإنما لأسباب معينة، فالمال ماله وما تولد عنه من أرباح له، والله تعالى أعلم. أما إذا كان للولد فهنا مسألتان، المسألة الأولى أنه ليس للوالد أن يخص بعض ولده بهبة دون الآخرين، إذا كنا نتحدث عن محض الهبة التي لم تكن التي ليست عن ضمان ولا عن معنى من المعاني المعتبرة شرعا وإنما هي محض عطية، فإن عليه أن يعدل بين أولاده في العطية. وفي هذه الحالة فإن كان أحد الأولاد تملك مالا وأودع باسمه في مصرف إسلامي في حساب استثماري فإن الأرباح تكون له، والله تعالى أعلم. نأخذ هذه الآية في قوله تعالى وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، وفي قوله تعالى أيضا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، نرى أن الله تعالى أطلق للشمس وصف السراج والضياء بينما للقمر وصف النور، فما السر في اختيار هذه الألفاظ لكل من الشمس والقمر؟ يقول السائل. نعم، السر في ذلك أن الشمس جرم مضيء متوهج، ولذلك قال الله تبارك وتعالى سراجا وهاجا، فهو جرم متوهج مضيء بذاته. أما القمر فإنه يعكس هذا الضوء الذي يقع عليه من الشمس فينير، وهذا من الفوارق التي أتى بها القرآن الكريم في التمييز بين نور القمر وضياء الشمس. فالضياء إنما ورد حين الحديث عن هذه الأجرام خاصا بالشمس، سماه الله تبارك وتعالى ضياء سراجا وهاجا. أما القمر فإنه منير لأنه يعكس، وليس بمضيء بذاته وإنما يعكس ما يقع عليه من ضوء الشمس، وإلا فالأصل أنه جرم مظلم وليس بمتوهج كما هو الحال في النجوم ومنها الشمس. هذا هو الفارق، وهذا المعنى يعني ذكره كثيرون. اللغة أصلا لا نجد فيها هذا التفريق، فحينما نبحث عن معنى أنارة في قواميس أو نارة وأنارة في قواميس اللغة فهو منير أي أضاء، فيعرفون الإنارة بالإضاءة، وأيضا يذكرون الإضاءة في حديث في سياق تعريفهم للنور. نعم ورد في متشابه القرآن وفي غريب القرآن الكريم مثل هذه المعاني قديما، أن الضوء أقوى وأظهر وأغلب، ولذلك نجد فلما أضاءت ما حولهم ذهب الله بنورهم، أضاءت ما حولهم ذهب الله بنورهم هم فقط. فنجد أن هذه اللطائف يتعرض لها من تحدث في المتشابه من الألفاظ في القرآن الكريم، لكن هذا مما يثبت أن كلام أن هذا القرآن الكريم هو من عند الله تبارك وتعالى، فإن مثل هذا الاضطراد في الثبات في وصف ما يصدر عن القمر وما يصدر عن الشمس، وأن الذي يصدر عن القمر هو نور وأن الذي يصدر عن الشمس هو ضوء أو ضياء، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل، لا يمكن أن يكون في ذلك الوقت ناشئا عن جهد بشري، لا ريب أنه متلقى من عند الله تبارك وتعالى. هناك من قال إن كان هناك ساعة يعني هناك من يقول بأن النور يتعلق بالاهتداء،
وأما الضوء فإنه يتعلق بالإضاءة التي تحصل بها التمييز والتعرف على الأشياء، لكن هذا غير مضطرد، لأننا نجد في القرآن الكريم أن ربنا تبارك وتعالى يقول: لقد أتينا موسى وهارون الكتاب وضياء. نعم، فهذا يدل على أنه وذكرى، يدل على أنه للاهتداء. نعم، إذن الفارق إنما هو في المعنى الحسي العلمي. نعم، نعم. بارك الله فيك، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، شكرا جزيلا لكم. أعزائنا، نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد مفتي العام للسلطنة، نشكركم أيضا على متابعتكم ومشاركتكم، نلقاكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.